المنطقي سعر الحذاء مثلا الرجالي يكون سعره ايه؟ يعني بحضرتك بحكم خبرتك بقى وشايف الاوضاع كمان هو دلوقتي، حاليا متوسط السعر الرجالي في السوق من 350 ل 450، ده الحذاء المتوسط، ده اللي هو جودته كويسه وشكله كويس. الاصول يعني ما كانش يزيد عن 300، لكن المحلات بتزود. المحلات بتزود. طيب والاحذيه الحريمي؟ الأحذية الحريمي اللي موجود في حاليا في السوق بالنسبة بردك الحاجات اللي هي معقولة يعني متوسطة بتبدأ من 200 ل 350 بردك. 200 جنيه؟ 200 ل 350 في وقتنا الحالي. في وقتنا الحالي. يعني احنا بنتكلم مثلا على الأحذية الشتوي البوت ب 200 جنيه. البوت بيبدأ من 350 ل 400 كمان. اللي هي الهاف بوت. 350 ل 400. إيه رأي طبعاً حضرتك؟ السعر دوت ما بيكونش خارج من المصنع بالسعر ده خالص. بيبقى كام تقريبا؟ يعني لو اقول لحضرتك ان في بعض المحلات فعلا هو في ناس بتحط بنسبه 50%، في ناس بتحط 100%. يعني هو مثلا لو بيخرج للناس ب 400 بيبقى واخده من المصنع ب 200، يبقى واخده مثلا ب 200 او 225. ما بقول لك مش كله بيحط 100%، يعني في ناس بتحط 40%، في 50%، ده اللي هو المحلات الطبيعيه، انما في ناس بتبالغ. فطبعا يعني انا مثلا صاحب مصنع مثلا وبطلع شغل وبنزله ده هنا في شبرا، ده في روكسي، ده في وسط البلد، هو المنتج، هو كل مكان بيبيع بسعر بس ده هنا موجود ب 400 وهنا ب 350 وهنا ب 250. في ناس بتعتقد ان الاحذيه تحديدا اللي اسعارها اقل هي جودتها اقل. حضرتك هنا بتقول لنا لا، ده هما بيسعروا على اساس المنطقه، على اساس المنطقه. اساس المنطقه. طب ده بيضر الصناعه؟ يعني بيضر صاحب العمل، لان انا لما بنزل المنتج بتاعي في محلات وبيحط عليه سعر كويس بيبيع كتير وبيكسب كتير وبيطلب مني شغل كتير، اصبح هو مستفيد وانا مستفيد. تمام. انما اللي بيحط سعر عالي بيبيع قليل جدا، بس هو استفاد في السعر يعني مره واثنين وثلاثه، فما بيطلبش شغل كتير، فاصبح هو بيستفاد، المصنع ما بيستفادش. يعني وبالتالي يعني ايه المبرر اللي بيدفع المحلات ان هي تعمل كده مع انها عارفه ان ممكن يحصل ركود في عمليه البيع والشراء؟ بيحصل زي اي منتج موجود في السوق دلوقتي. سلعه غذائيه، لبس، اي حاجه، كل واحد دلوقتي اللي كان بيبيع اي سلعه بيبيع عدد كتير، فكان بيكسب كويس وبيغطي مصاريفه والعماله والكهرباء كل حاجه، فالنهارده في ركود، فاللي كان بيبيع مثلا 50 قطعه بقى بيبيع 10، فعايز يعوض الدخل بتاعه، فبيعوضه ايه؟ بيرفع السعر. خليني اقول لحضرتك، هو يعني انا بنت اهو بنزل وبشوف والاسعار والكلام ده كله، ما فيش حاجه حاليا تقريبا اقل من 500 600 جنيه. يعني الاسعار اللي حضرتك بتقول عليها دي كمان مش موجوده. انا بقول لك الاسعار المتوسطه، حتى يعني لو جوده، يعني ال 500 600 دول ما بتكونش جوده يعني عاليه، لا احنا بنتكلم في حاجه متوسطه ويمكن اقل كمان. حضرتك ال 500 600 بالنسبه للبوت كام تقصدي؟ للبوت. انا بكلمك على مستوى الحاجات الهافات. الهافات او الحذاء الدكولتين اللي هو الساده، الحاجات المتوسطه بتبدا من 200 ل 350 ل 400. صدقني يا استاذ ابراهيم، الاسعار في الاوقات الحاليه كمان بعيده تماما عن بترجع بردك المتراوح ده. في مناطق في المولات بتحط اسعار مبالغ فيها، وفي وسط البلد ما بيحطوش اسعار مبالغ فيها.